بالنسبة لي هذا المؤتمر الحالي ولو أنه مؤتمر استثنائي، ولكن بالنسبة لي استثنائي سياسيا ماشي تنظيميا، لأنه عندنا جوج توجهات في الحزب دائما. واحد التوجه تنظيمي كينظر الآليات والمساطر وخصنا نديروا المؤتمر، عندنا القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عندنا دعم الدولة، هذاك المنظور القاصر اللي في الحقيقة دبرنا به هو اللي أدى بنا إلى نتائج 8 شتنبر ولا على الأقل جزء منه. وكاين واحد المنظور آخر اللي كيقول على ريان الحزب ريان سياسي، فهذه المرحلة خصنا نجيو نوقفوا الحزب على رجليه سياسيا ماشي تنظيميا، ماشي إكراءات مسطرية باش نعقدوا المؤتمرات الجهوية والتنظيمية وغيرها. لذلك أستغرب أنه نجيو اليوم ونقولوا لا خصنا غير واحد المرحلة باش نديروا فيها الإعداد للمؤتمر العادي ونديروا المؤتمرات الإقليمية والجهوية ونجدوا الهيكلة. أين هيكلة؟ أين هيكلة سنجدد؟ واش الناس فاهمين حزب العدالة التنمية في هذه اللحظة في نوراه؟ واش هي الرهانات ديالو؟ باقي غنهضروا وكأننا حنايا في 2016 ولا في 2015. الحزب راه تقريبا ما كاينش، حزب راه نتائج 8 شتنبر كانت نتائج كارثية جد في كل جميع المستويات، لدرجة أنه الحزب حتى على المستوى المادي وعلى المستوى بدا كيتصفى، نسرح العاملين ديالنا، الوضعية المادية ديالنا متأزمة، الكتابات الجهوية والكتابات الإقليمية في وضعية صعبة، الحزب سياسيا بدا كي ماشي في طور الأفول. ولكن إلا ما درناش قراءة سليمة للوضع الحالي راه حنا فعلا غنأديو الحزب يولي واخا يعيش يولي بحال ديك الاحزاب الصغيره اللي كنكملوا بها مره في الحكومه مره في المعارضه مره هاد الاحزاب التي تؤتي الساحه. حنا ما بغيناش هادشي للحزب، البلاد محتاجه الى حزب قوي، حزب حقيقي، حزب ذو رهان سياسي. اذا مولينا الرهانه التنظيميه يرجعوا شويه للور، راهم دبروا وراو النتائج ديالهم، يخليو عاوتاني الناس اللي عندهم بعد سياسي وقراءه سياسيه للامور باش ياخذوا. لذلك انا كنعتبر بانه الرهان اليوم رهان خصنا قياده سياسيه تتخلص من منظور القياده المستقله. القياده المستقله دبرت، تعطاتها الفرصه الكامله، كان عندها الفلوس، كان عندها الامكانيات، كان عندها كل شيء، وادت بنا النتائج التي تعرفونها. اليوم حنا في طور بناء عاوتاني مرحله جديده بنفس جديد ومنظور جديد ورؤيه جديده. انا واضحه الرؤيه بالنسبه لي واعرف لمن ساصوت، وانا كنعتقد بان المؤتمرين كلهم راهم عارفين وواضحه لهم الرؤيه وشهدوا النقاش اللي كان داخل الحزب دوبي 2017 ولا قبل، وحنايا في النقاش الى الان، واللي مازال ما واضحاش عنده الرؤيه كنتصور بانه حقيقه ما خصوش يكون مؤتمر في حزب سميتو حزب العداله التنميه. ولذلك انا الرؤيه ديالي غنديرها في الصندوق. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.